مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة حلوة جدا سهلة وسريعة وكتير طيبة. اول شي عنا كوب ونص حليب، هيدا الكوب اللي عيرت فيه الحليب بهيدا الحجم. كمان عنا هيدا البسكوت ليدي فينجر وثلاث معالق طعم سكر، ثلاث معالق مليانين كاستر. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط السكر، الكاستر، بحركهم شوي، هلا بحركهم تحريك مستمر على الغاز ليشتد المزيج. حلو غريب شوي بس كتير رائعة وطيبة، ان شاء الله تنال اعجابكم. هيدا الخليط بلش يشتد معنا، نستمر بالتحريك. بصر بهيدا الشكل، منطفي الغاز. كمان عندي طبلية بحط عليها ورقة زبدة. هلا شو بعمل بالخليط؟ شيل شوي بحط على البسكوتة، شفتوا كيف؟ كمان بحط عليها البسكوتة التانية، ما بكبسها كتير بس بحطها على الخفيف، بحطها على ورقة الزبدة. كمان نفس الشي بحط شوية كاستر. طريقتها كتير غريبة وجديدة. كمان هيدي البسكوتة بحطها على الخفيف بهيدا الشكل. بعمل الباقيين بعد ما حشيتهم بهيدا الشكل، هلا بحطهم على جنب ليبرد الكاستر منيح. بعد ما تأكدت انهم بردوا، هلا عندي هون 500 جرام شوكولا، نص ملعقة صغيرة زبدة وملعقة طعام حليب، رح احطهم بالميكروويف ودوبهم. هيدا شوكولاتة جناش بعد ما دوبته بالميكروويف 30 ثانية صار بهيدا الشكل. هلا بدنا نحط على البسكوت. بسم الله. حط بهيدا الشكل، شفتوا كيف؟ كمان واو شو حلوين. على فكرة هيدول بينفعوا لجميع المناسبات، اعياد ميلاد، حفلات، اي شيء، كتير رائعين. شفتوا كيف شكلهم شو رائع؟ مثل الاكلير بس على شكل كتير مهضوم صغير. هولي بعد ما غطيتهم كلياتهم بالشوكولا، هلا بحطهم بالبراد ليجمد الشوكولا عليهم منيح.
بعد ما حطيتهم بالبرادة 10 دقايق، هلأ عندي فستق حلبي وجوز الهند. هيدا تزيين اختياري، عرفتوا كيف؟ رح حط قسم هيك شكل جوز الهند، يعني هني بدون الفستق وجوز الهند شكلهم رائع وكتير طيبين، عرفتوا كيف؟ تزيين انتو اذا بدكن. كمان بحط جوز الهند، تزيين على فكرة بيعطيهم كتير شكل حلو، وراح اترك هولي زي ما هني. هلا بحطهم بالصحن. هيدي الحلو اللي عملتها انا وياكم، كتير كتير حلوة وشكل حلو كتير، بتنفع للمناسبات، لأي مناسبة، أعياد ميلاد، حفلات، كل شيء. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.